انا بغيت نتناول هذا اليوم حنا بيناتنا، ولكن ولا بد عندي بعض كنقولوا تخوفات ولا بعض الامور اللي لابد انني نبغي نتناولها، وفي الشق اللي متعلق بالتغطيه الصحيه وتمويل التغطيه الصحيه. هذا الشق هذا اولا تكلمتي السيد الوزير على العدد ديال الناس اللي كان عندهم مرامض، هي مساعده طبيه وليست بتغطيه صحيه باش نكونوا واقعيين، واليوم انتقلوا للتغطيه الصحيه. التغطيه الصحيه اما كتكون بتمويل منهم انهم تساهموا ولا لا متضامن. الاشكال اللي لابد خصنا نقولوه طبعا انه هذه وشحال ملي كانت مرامض كانت كتكون تتوزع بالمعاينه، بهذه العباره تمغربيت بالمعاينه، معناتها ما كانوش مؤشرات اللي هما واقعيه اللي باش كنعرفوا شكون يستحق من لا يستحق. الى انه هذا تنزيل هذه المؤشرات اليوم هناك اشكال، وانا لما واقع معاش نعيش مع واحد العدد ديال المراه ملي كتكون كتعيش بوحدها. اليوم المؤشر ملي كتكون المراه بوحدها ولو تكون جميع يكون عندها اقل هشاشه ممكن، ما يمكنلاش تنزل على ذاك 9.4 ديال المؤشر ديال. حنا عارفين بان هذا المؤشر ما غيكونش فيه الكمال الساعه الاولى، خصو شي هاد الغيكلاج في هذه النقطه هذه نبغي تاخذ بعين الاعتبار، لانه فيهم واحد الفئه اللي يمكن كانت عندها امراض مزمنه خطيره واللي اليوم عندها واحد الصعوبه واللي تيمكن ولو ان العدد ديالها قليل هاد الاشكال ديالها تيشكل واحد عند الراي العام واحد طبعا واحد الانعكاس على الراي العام اللي كيجعل انه الراي العام رغم هاد 11 مليون 8 مليار ديال اللي عندهم لا متضامن تيخلي على تيقول لك واحد الناس كان عندهم مرامض وما صحش عندهم. اذا هذا اشكال لابد انه هاد المؤشر يعرف واحد. المقاربه كانت هي ان نعالج أوضاع الطبقة المتوسطة، وأنا غادي نرجع للأمور. ثم كان ونتيجة لهذه الظرفية ولهذا 15% تاع التضخم اللي كان عندنا في المنطقة والتطورات اللي تتعرفها السوق العالمية، كان لابد أن الحكومة تقوم بمجموعة من الإجراءات سأرجع إليها مفصلة. وكما قلت كل هذاك الموارد اللي غادي نتكلم عليها صرفت، ماشي غادي يتم الصرف تاع التصرفات. الزرع سوا 10 مليار تاع الدرهم، ها هو الفاتوره نتاعو بالضبط 9 مليار و 890 مليون الفاتوره نتاعو، والا غادي نرجع. ثم باش ما نفقدوش السياده الماليه كان على الحكومه ان تسترجع هذه التوازنات الماكرو اقتصاديه، وهي شيء جوج الامور. كان خصنا نهبطوا من العجز المالي، وكل ما هبطنا العجز المالي بنقطه تنحرموا الحكومه باش انها تصرف 11 مليار تاع الدرهم، وبالتالي ناثروا على المديونيه باش تمشي في المنحه التنازلي حفاظا على السياده الماليه لبلادنا. وغادي نرجع في الاخير باش نشوف بان هذه المجهودات اللي تمت خلال هاد سنتين ونصف مكنت بلادنا من استرجاع هذا والتنقيط الى غير ذلك. وهذه هي المعادله اللي كانت. غادي نبداو بالرقم لا فاريابل الاولى في هذه المعادله. كان حدانا التغطيه الصحيه الاجباريه لامو، وغادي نرجع لذاك الرقم نتاع واش 18 مليون 10 12 الى غير ذلك، غادي نرجع ليه بالتفصيل المبين. اليوم عندنا 3.9 مليون اسره فقيره كتستافد من التغطية الصحية، وملي تنقول تتستافد معناه أن الدولة كنخلصوا على هاد الناس في السينساس بشكلين منتظم وشكلين يعني كل كنخلصوهم حنا كل تريمست تنخلصوا على 3.9 مليون الأسر، كنضربوها في الخلاص السميك وكيجي المونطون للسينساس. ثم كاين الدعم الاجتماعي المباشر، حنا غادي نخلصوا هذا الشهر عندنا 3,778,000 أسرة بالضبط التي تستفيد من هذا الدعم، أي ما يناهز، لأن هذا الدعم مبني على الأطفال اللي كاينين عند كل أسرة وبطبيعة الحال الأسر اللي ما عندهاش الأطفال، أننا دزنا 5.2 مليون طفل وطفلة اللي كيستافدوا من هذا الدعم، وبطبيعه الحال كتستافد منه الاسر. التكلفه نتاع هاد
لافاريابل الاولى في هذاك المعادله اللي حطيت في الاول 35 مليار في 24 هذا العام، والارقام موجوده ونقدروا نستعرضوها، وغادي نستعرضوها ان شاء الله في منتصف السنه الماليه امام لجنتي الماليه بمجلس بالبرلمان. غادي الدوله خلصنا 35 مليار، وفي سنه 26 لاننا غادي نراجعوا لان داك الشيء نتاع التعويضات العائليه غيطلع، غادي نكونوا في 40 مليار سنه 26. معناه اننا الا بغينا نحافظوا على الاستدامه نقولوا بان الدوله خصها تقيد في واحد لا كولون تاع الخلاص تاع النفقات 40 مليار، ستلقى 40 مليار باش تخلص هاد الزوج الحاجات. وغادي نرجع لهذا الرقم اللي بغيت، الذي اسال العديد من النقاش، لا اريد ان اصفه كما وصفت مداخلاتي انا والزميل تاعي السبيتاس في البرلمان، ما ننزلش لهذا الوصف. العدد المستفيدين ما عمر كان 18 مليون، ما عمر كان. وانا باش نتفادى وباش نوضح هذا الامر، لان هذا الدوكيمون انا غادي نفرقه اللي همو ياخذوا وينشروا، مشيت للنام وجبت تاريخ نتاع الرماد كل عام شحال تقيدوا من 2012، ودرت 2012 بالضبط تقيدوا 2.6 ملايين في 2012، ولكن الناس اللي كانوا كيستافدوا بالبطاقه يلا 940 الف. دونك من بعد جاو 3 الملايين ولا التراكم هو 6 الملايين، ولكن كاين غير 2.4 الملايين اللي عندهم البطاقات. واحد غير قيد لان تصحاب له داك الرميد، ويمكن قالوا له شي واحد غادي يدي شي حاجه ما لقاهاش مشى، واحد تحسنات الاوضاع نتاعو ومشى. لي مهم واساسي العدد المستفيدين لم يتجاوز في اي وقت من الاوقات سنه 21 11 ملايين. ونهار جينا حنا باش نترونسفيريو لا باز للسي ان اس اس لقينا 10.695 الف. وانا بغيت نتسائل معاكم كيفاش الحكومه وجلاله الملك نصره الله تيقول لنا يا ودي عمو التغطيه الصحيه، وغادي نجيو حنا عند واحد الشريحه اجتماعيه ونقصيو فيها النص. بغيت نفهم هذا المنطق علاش التساهل هو 10.695.969، واللي عنده شي رقم اخر يجيبو ما عنديش اشكال. وباش ندير منطق اخر باش نصفيو هذا الحساب، لان ولا بد ان افونسيو، ما يمكنش نبقاو نناقشوا 18 12 14 الى الابد. دابا العدد الاسر نتاع المغرب هو 11.5 ملايين، وإلا ضربتيهم في 3.2 تلقاو 40 مليون. هيك هذا هو العدد الأسر، شنو كاين شي كاين فهمت مزيان. هاد الأسر فيهم اليوم 2.2 ملايين كاينين عند الكنوبس والسي ام ان، هذا على حساب موظفون ومتقاعدون 2 ملايين الأسر، وكاينين 5 الأسر بالقطاع الخاص فيهم لي سالاري ولي روتريتين تاع السي ان اس اس. عاود هادو راه بسميه محمد وحمد عنده اما سالاري واما روتريتي، ها 7 الملايين. هادوك الاجراء اللي عندهم المهن الحره هو 700 الف. دونك شنو اللي بقى في ديك 11.5؟ انا نديرو الحساب الخشيبات، 2 زائد 5 هي 7 الملايين، زائد 700 الف هي 7.7، بقات 3.8 ملايين الاسر هي اللي حولناها من الرماد للسنس، هي 40 مليون نتاع سكان المغرب. هذا هو دوك انا جبنا الحساب ديال الرماد تاع لانام من الاول، وجبنا الحساب تاع عدد الاسر، وكثر من هذا وهذاك قلنا ملي حولنا الناس في بدايه سنه 23، ملي حولناهم في سنه 22 في ديجمبر للسنساس، قلنا لهم عندكم عام باش تجددوا التسجيل نتاعهم، وفي 23 وبعد نهايه المهله اصبح العدد هو
3.8 مليون ونص، ما كيسمعنيش انا؟ هذا كسر مزيان. 3.8 مليون أسرة اللي هي حوالي 10 ملايين تاع المغرب. دونك ها المنطق نتاع تقسيم النسمة.